إذن في نظركم ما هي الفرضيات التي يمكننا طرحها لهذا التساؤل؟ إذن كما تعرفون في الحصة الماضية قلنا لكي يضيء المصباح يجب أن تكون لدينا دارة كهربائية بسيطة. إذن كافتراض أو فرضية، ربما سيركب كل جسم في دارة كهربائية بسيطة. إذا الأجسام التي لدى ليلى ومصطفى سيقومان بتركيبها في دارة كهربائية بسيطة. إذا سنكتب ربما سيركب كل جسم في دارة كهربائية بسيطة. إذا الآن قمنا بكتابة الفرضية ربما سيركب كل جسم في دارة كهربائية بسيطة. إذا لكي نتحقق من هذه الفرضية سنمر إلى نشاط أتحقق. إذا أتحقق، أنجز التركيبة شكل واحد. إذا لدينا شكل واحد، لدينا بطارية أو عمود، مصباح، حامل المصباح، ثم أسلاك التوصيل، وأصنف الأجسام إلى موصلة وعازلة للكهرباء كما يبين الشكل 2، ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. إذا لدينا الشكل 2، إذا هذا هو الشكل الأول. إذا الأسلاك، أسلاك توصيل غير متصلة، إذا قمنا بإيصالها عن طريق المقص فاشتعل المصباح. إذا سنقوم بإزالة المقص، سنضع مكانه قطعة الخشب. إذا عندما سنضع قطعة الخشب مكان المقص لن يشتعل المصباح لأنه عازل، عازل، وبالتالي لن يوصل التيار الكهربائي. بعد ذلك سنقوم بإزالة قطعة الخشب ووضع الممحات مكان المقص أيضا. إذا عندما نضع الممحات لن يشتعل أو لن يضيء المصباح لأن الممحات عازلة. ثم بعد ذلك سنأخذ الماسك. إذا وضعنا الماسك بين سلكي التوصيل مكان المقص، إذا وضعنا الماسك ستشتعل أو سيضيء المصباح لأن الماسك موصل كهربائي. ثم بعد ذلك سنزيل الماسك ونضع البركار. إذا البركار كذلك عندما سنضعه أو سنوصله بسلكي التوصيل سيضيء المصباح. عندما نزيل البركار ونضع الورقة لن يضيء المصباح لأن الورقة عازل ولا توصل التيار الكهربائي، وبالتالي نستنتج أن الأشياء المصنوعة من الحديد هي التي توصل التيار الكهربائي. إذا الآن سنجيب عن هذا النشاط.